يبقى عضو لجنة المحاكمات العسكرية للمدنيين. كويس كده؟ اوكي. انا اسمي انجي نجيب، من عضو لجنة المحاكمات العسكرية للمدنيين. هو احنا الحقيقة بعد ما فضلنا سنين بنعاني من قانون الطوارئ وامن الدولة، فمؤخرا جدا بعد ما قامت الثورة بقينا نعاني دلوقتي من المحاكمات العسكرية. الحقيقة يعني اللي شفناها فيها كانت اسوأ بكتير جدا من اللي شفناه من امن الدولة، ومن ده طبعا مش معناه امن الدولة كويس، بس بقالنا سنتين ونص تقريبا عمالين ننادي ان المحاكمات العسكرية تتلغي وان احنا نشيل مادة من الدستور، بس للأسف ده طبعا ما حصلش. واول ما الحزب الحاكم جه سلم السلطة اول حاجة عملها هو انه اقر المحاكمات العسكرية اللي فضل يتعذب بسببها سنين. كلنا عارفين دلوقتي ان لجنة الـ50 بتناقش الدستور عشان تعدله. احنا دلوقتي عاملين طلب ان احنا نغير نعدل المادة بتاعت لجنة المحاكمات العسكرية، فعندنا امل كبير جدا ان هم يسمعوا الكلام ان هم يغيروها مش يقننوها، تتلغي تماما. فمن هنا لحد ما المادة تتعدل ان شاء الله، تتلغي ان شاء الله، هنقعد نضغط اعلاميا. فانا شايفة ان اكتر حد ممكن يتكلم عن المحاكمات العسكرية هم الضحايا بتوعها، فاحنا هنشوف دلوقتي فيلم هيعرض لنا ناس كتير اتحكموا عسكري، فهنشوف حصل معاهم ايه. Thank you.
الحالات اللي احنا شفناها دي مش الحالات اللي